تم مناقشة أمور عديدة. هذه اجتماع دوري، بالاجتماعات الدورية عادة يتم دراسة كافة التقارير المرفوعة من قبل اللجان وفرق العمل، وكذلك توصيات الوكلاء، يتم اتخاذ القرارات اللازمة ورفع التوصيات إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى المجلس الأعلى. ومثل ما تعرفين القمة إن شاء الله قادمة بتكون غنية بكل القرارات، ومن ضمنها القرارات الخاصة بشؤون الثقافة.